متابعة لجلسة مجلس النواب لهذا اليوم، ينضم إلي من بغداد مراسلنا محمد فراس. مرحبا بك يا محمد. أنت في البرلمان، هل التأمت الجلسة أم ربما أن الخلافات بين القوى السياسية حالت دون عقدها حتى ساعتنا هذه؟ نعم، بالحديث عن الجلسة وحيثيات الجلسة منذ الساعة الواحدة، أجل نائب رئيس مجلس النواب الدكتور شاخوان عبد الله أجلها لنصف ساعة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وهي إلى الآن لم تعقد الجلسة. كما تسمعون أصوات أجراس المجلس الداعية لأعضاء مجلس النواب للدخول إلى قاعة الجلسة مستمرة تقريبا منذ نصف ساعة وما يزيد عن نصف ساعة، هي تقرع طلبا للنواب للدخول إلى قاعة الجلسة، وإلى الآن لم يكتمل النصاب لشأن عقد هذه الجلسة التي يحمل جدول أعمالها قوانين حساسة ومهمة وتهم الشارع العراقي بصورة مباشرة. قانون العفو العام المنتظر من الكثير من العراقيين الذين لديهم مظلوميات ولديهم منهم في السجون بسبب وشاية المخبر السري التي كانت أغلبها وبحسب أحاديث منظمات وبحسب أحاديث ذوي المسجونين أنها كانت غير حقيقية وغير صادقة، بالتالي كثير من الذين هم في السجون ظلما ينتظرون هذا القانون المهم الذي يعتق أعناقهم ويخرجهم من السجون. أيضا قانون الأحوال الشخصية الذي عليه لغط أيضا وعليه خلافات ضمن جدول أعمال جلسة اليوم، إضافة إلى الفقرة الأولى والمعنية بإعادة العقارات لأصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والمختصة واللجنة المختصة عليه اللجنة القانونية التي أشارت إلى وجود خلافات على أجزاء من هذا القانون وعلى يعني فقرات من هذا القانون. القوانين المرسلة من الحكومة العراقية هنالك جهات تسعى للتصويت عليها كما هي دون إضافات، وهنالك جهات نيابية أخرى تقول أو تؤكد أو تشير إلى ضرورة أن يكون هنالك إضافات وحذف واستحداث لبعض فقرات هذه القوانين. هو السبب الرئيسي لهذا التأخير والسبب الرئيسي لعدم عقد الجلسة إلى غاية الآن، بحسب أحاديث عدد من أعضاء مجلس النواب الذين أشاروا إلى وجود ملاحظات كثيرة من أعضاء مجلس النواب وانقسام أعضاء مجلس النواب إلى يعني فرق وما الذي منهم يمنع يؤيد ومنهم أن يدخل يعترض على الجزئيات النواب ضمن لإكمال هذا القانون. النصاب لمتابعة هذه الملاحظات ومناقشتها وإخراج القوانين بالصورة المرضية؟ نعم، أحد النواب المستقلين تحدث لي بأن الكثير من أعضاء مجلس النواب منشغلون منذ الساعة 11 الساعة 12 ظهرا باجتماعاتهم داخل اللجان وداخل الكتل السياسية، وهو الذي دفع بعدم دخولهم إلى قاعة الجلسة بشكل مبكر منذ الساعة الواحدة. تحدث على أن الجلسة من المفترض أن تعقد في الساعة الواحدة ظهرا، إلا أن النواب تعذروا عن الحضور بحسب أحاديثه بسبب اجتماعاتهم وبسبب وجودهم. نائب آخر يتحدث عن وجود خلافات على قوانين عديدة ضمن جدول أعمال جلسة هذا اليوم، وهو أيضا سبب دفع أعضاء مجلس النواب بعدم دخول الجلسة إلى أن يصلوا أو يتفقوا أو يعني يصلون إلى مرحلة من التفاهمات والتوافقات السياسية تمكنهم من الدخول إلى يعني جلسة هذا اليوم. نائب آخر أشار إلى أن رئاسة المجلس وضعت قوانين كثيرة حساسة ضمن جدول أعمال جلسة واحدة، وهو متوقع أن تكون هنالك تأخير وتعطيل، وأشار أيضا لربما إلى تأجيل الجلسة إلى يوم آخر بحسب إفادته، مشيرا إلى أن القوانين الحساسة يجب أن تكون هنالك عليها تفاهمات معينة. نائب آخر أيضا أشار إلى ضرورة يعني تأجيل التصويت على قانون الأحوال الشخصية إلى حين وصول مدونة الفقيه المدون الشرعي والتصويت عليها جميعها في جلسة واحدة. هذه الإشارات كلها كانت باتجاه سبب تعطيل الجلسة إلى غاية هذه الساعة، وكما تسمعون الأجراس مستمرة تقرع بصورة مستمرة منذ أكثر من نصف ساعة طلبا لاعضاء مجلس النواب للدخول، لكن الى الان لربما لم يتوصل المجلس الى نصابه الذي يمكنه من عقد جلسه ملتئمه النصاب. طيب، معلومه يا محمد، الخلافات حيال هذه القوانين المطروحه
كل كتلة ربما تؤيد قانونا بعينه وترفض قانونا آخر، يعني إمكانية أن يتم الاتفاق على المضي والتصويت على القوانين المطروحة في سلة واحدة؟ نعم، لربما هي أيضا إشارات أخرى وحديث دار بيني وبين أحد النواب أن يعني هنالك من يريد أن يمرر عدد من القوانين أو يصوت على قانون معين داخل جدول أعمال جلسات هذا اليوم كما وردت من الحكومة العراقية دون أن يكون عليها إضافات، هو الذي دعا الطرف الآخر إلى الاعتراض والدعوة إلى أيضا أن يكون التصويت على القانون الآخر بحالته التي أرسلت من الحكومة العراقية، وهو ما يعني لربما أثار اعتراضات كثيرة، يعني الجميع يبحث عن تعديل المقترحات المرسلة من الحكومة بما ينسجم ومع تطلعات الشارع العراقي وما يخدم المصالح المجتمع كما يتحدث النواب، ولا يريدون أن يمرر كما هو بصيغته الحالية، هذا حديث النواب. أيضا أشاروا إلى أن الدفع لأن يكون هنالك ضغط على النواب المعترضين من خلال التوجه نحو التصويت على جميع القوانين بسلة واحدة، وهو ما اعترض عليه نواب المعارضة الذين أشاروا إلى ضرورة أن يكون هنالك تأني وتمعن بالقوانين التي يتم التصويت عليها وأن يؤخذ من هم نواب المعارضة اليوم؟ هل هي كتلة بعينها يا محمد؟ نعم، أحد نواب المعارضة هو نائب عامر عبد الجبار من تجمع زافاخو، عفوا تجمع الفاو زاخو، الذي أشار إلى أن القوانين التي ترسل بسلة واحدة من هيئة الرئاسة هي قوانين للضغط على الكتل المعترضة، يعني كل الكتل تسعى إلى تحقيق يعني مصالح المجتمع أو مصالح من يمثلوهم، بالتالي خصوصا قانون نعم قانون العفو العام تحديدا هو متفق عليه الأربع من جميع فئات الشعب العراقي دون استثناء، شيعة وسنة وحتى الأكراد أشاروا إلى ضرورة أن يمرر هذا القانون. محمد، ربما هو هذا القانون الأبرز كما تلمح وتشير ومريدوه كثر من جميع الأطياف، ما هي الجزئية المختلف عليها اليوم في تمرير هذا القانون إن كان لديك إحاطة؟ نعم، حينما يعني سألنا عدد من أعضاء مجلس النواب عن الجزئية المعترض عليها أشاروا إلى أن كتل سياسية تسعى لتمرير القانون كما هو مرسل من الحكومة العراقية دون أن تكون هنالك إضافات. النواب الأيزيديين أشاروا إلى أن يكون هنالك ضرورة أن يكون هنالك تعديل على هذا القانون ولا يمرر بعينه. عدد من أعضاء مجلس النواب من الكتل السنية أشاروا إلى ضرورة يعني أن يصاغ القانون بما ينسجم مع طبيعة الذي هو في السجن الآن، خصوصا الذين يعني كانوا ضحية وشاية المخبر السري الذي كانت أغلب معلوماته خاطئة ومغلوطة، بالتالي يعني الخلاف لربما على جزئيات مجلس النواب لم يظهرها بشكل واضح وعلني، لأنه أشار إلى ضرورة انسجام هذا القانون مع ما يعني يحقق العدالة الاجتماعية بشكل كامل ودون أن يؤثر على يعني الأمن المجتمعي. ذاتهم النواب المقترحون للقانون والمؤيدون للقانون من النواب السنة أكدوا على ضرورة أن يكون التعديل منسجم مع ما يعني يمكن المظلومين من الخروج دون إخراج المتهمين بجرائم إرهاب وقتل وغيرها، يعني هذا حديث النواب السنة. بالتالي الكتل السنية تشير إلى ما يطمح إليه الشارع العراقي وما تطمح إليه عوائل المظلومين داخل السجون، فالضغط أيضا بوجود قوانين أخرى لربما على الكتل السنية ويعني لربما هي بصيغة تحدث عنها نائب محمى خليل بأنها صيغة الضغط وصيغة السلة الواحدة هي لربما رفضت من العديد من أعضاء مجلس النواب، هذا كله ولد اعتراضات وولد لربما مشاكل داخلية أثرت على سير انعقاد الجلسة ولربما إلى تأخيرها إلى هذا الوقت. نحن ننتظر
قرار مجلس النواب فيما إن أجلت الجلسة أو عقدت، النظام الداخلي لمجلس النواب واضح وصريح يشير نعم إلى أن مجلس النواب في حال عدم تمكنه من عقد جلسة خلال نصف ساعة أو ساعة من موعدها الرسمي تؤجل إلى يوم آخر، وجميع ينتظر قرار رئاسة المجلس إن كان بالتأجيل أو الانعقاد بنصاب مجتمع. أشكرك جزيلا على كل هذه التفصيلات محمد فراس مراسلنا، كنت معي من داخل مجلس النواب.